انتم شفتم بعد الغاء الاتفاقيه هذا البحريه بيننا وبين جمهوريه العراق الشقيق في شهر 9 اللي فات، انا بنفسي رحت شخصيا وواجهت رئيس مجلس النواب العراقي وطلع منه تصريح من صالح دولتنا الكويت وانه رجل ملتزم بالاتفاقيات الثنائيه. كذلك تواجهت مع السيد عمار الحكيم في بغداد وتكلمت وياه بهذا الموضوع وأكد على علاقات حسن الجوار، وهذا الشيء اللي تقوم فيه وزارة الخارجية المفروض ما يقوم فيها أي مواطن، المفروض أنها تكون جهة رسمية وأنها تكون من وزارة الخارجية، ولكن حنا أي شيء من أجل الكويت نسويه.